شهدت منظومة الرعاية الصحية بدولة قطر تطوراً مذهلاً خلال السنوات الأخيرة. قمنا بزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الرعاية الصحية العام لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الناجم عن النمو السكاني في قطر. أسهم تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية الجديدة عن بعد وافتراضياً في جعل الوصول للرعاية الصحية أكثر سهولة من أي وقت مضى. لا نقوم فقط بتقديم الرعاية والعلاج لأعداد أكبر من الأفراد أكثر من أي وقت مضى، بل نقدم كذلك رعاية تضاهي أفضل مستويات الرعاية الصحية بالعالم، تتخطى العديد من خدماتنا المعايير الدولية لجودة الرعاية. وقد حظيت هذه الإنجازات بتقدير دولي. لقد حققنا الكثير من الإنجازات كنظام رعاية صحية، ولكننا ملتزمون بمواصلة هذه الرحلة غير المسبوقة للتطور والارتقاء بخدماتنا.